أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: هل تجوز مصافحة الكافر النصراني إذا كان جالسا مع مجموعة من المسلمين وقد قمت بمصافحتهم عند الدخول إلى مكانهم، أم أقتصر المصافحة على المسلمين فقط؟ إذا مد يده إليك أصافح، هذا اللي يظهر لي، إذا مد هو يده إليك أصافحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم.